الصبح بتذكر دعاء كانت أمي الله يحفظها بتقول لي إياه قبل ما أطلع من البيت: يا رب يبدأ يومك بفرح وينختم برزق وتكون موفور الحظ. وبالفعل حظي صار حلو من لما بديت شغل بمدينة دبي اللي عم تبني حالها ليل ونهار من دون كسل، وكل ما أتفرج على بناياتها اللي بتلمع مثل الذهب بحس إنه هذا هو انعكاس النجاح. شو كتبت؟ شو عم بيصير؟ شو عم بيصير؟ مش قادر أركز. الله، شو هالوجع هذا؟ مهند تركز تركز، صرت كاتب الجملة أكثر من مرة. راسي. ألو؟ ألو دكتور، كيفك؟ هلا حبيبي، هلا مهند. ألو دكتور. يا حبيبي أسناني كثير عم توجعني، شو أخبارك؟ ما بسمع صوتك، يلا بكون صارك توجعك. والله كثير عم تجعني دكتور، في لاجيك اليوم شوف يا فجأة هيك ضرب علي لمعة كثير قوية. لا دكتور بكرة ما في لي، اليوم. الله يخليك، يعني حتى لو هيك بس تعطيني دواء أو شيء بس يخفف لي إياه. مش خليك معي طوال جوي، شو بدك تسكجول مهند؟ إيه دكتور، عندك ربع ساعة بتكون عندي؟ ربع ساعة عندك بكون أكيد دكتور. شلي 14 دقيقة. اوكي دكتور يلا جاي جاي. 14 مش 15. حاضر يلا جاي. يلا باي. مرحبا دكتور محمد، موجود؟ ايه اكيد. تسلمي اول شيء استاذ يوسف العبقري. طبعا تفضلي. شو اسم حضرتك؟ مهند الوديه. بس ما عندك معرفة. هو الدكتور عم ينتظرني. اهلا دكتوره. الحمد لله. اوه شكرا، يلا شكرا. دكتور لو بتعرف شو عملت وصلت لك على الوقت. اون تايم. دكتور محمد هو الدكتور محمد ناجي الوادية، وفي كتير ناس لسه ما بتعرف إنه هو أخوي، ابن أمي وأبوي، وهيك بيكتمل عقد المشاهير من عيلة ناجي، وبتضل الأخوة دائما جميلة لما يكون فيها صداقة. بيقولوا الصديق أخ لم تلده أمك، وأنا بقول إنه الأخ فيه يكون صديق ولدته أمك. هاربر. على فكرة كتير حس كل خبدي يتنمى دكتور. هلا بشوف. عسيرة هاربر هذيك اليوم حكون الشباب من عندك. قالوا لي في great investments، هلا great opportunities to invest في secondary market. قالوا لي في ب city walk في 1 و 2 bedrooms، وفي ببلغاري عم بفكر أخذ هناك لأنه كتير بحب الموضوع. ثواني. فقالوا لي حاول تأخذ هنيك لأنه موضوع. طب استنى خليني أخلص لك. بدي أكتب لي مع مين أحكي.
لأنه I think it's a perfect time هلا عشان نخلص ثواني شوي موجوع؟ طب استنى شوي بس صحك يوم صح؟ هلا ما I think الماركت هلا is perfect عشان ناخذ فيه أوكي فأنا على هذا الأساس قلت له أوكي أعطيني شو عندك options راح الوجع؟ I need a scaler tip please ده يلا خلصنا مضمض كيف حاسس؟ الله يسعدك يا دكتور شكرا على فكرة أنا كنت عم بحاول أقول لك أنت بدك تستثمر هلا الوقت ممتاز للاستثمار في عندك مثلا بالدبي لاند أنا بسميها أرض الفرص في عندك هناك مجان أرجان عندك دبي لاند ريزيدنس في عندك النشامة تاون سكوير في عندك جميرة فيليج سيركل جميرة هناك في؟ أي طبعا خلص سيركل بعقد أنا علاق جميرة تمام خلص قل لي امتى بدك بنروح نشوف بس مع مين فيني احكي مين بده ياخذني انا باخذك انت اخوي شو قصدك طيب جريت اوكي اذا بدك انا اليوم فاضي قد ايه عندك موعد لسه عندي كمان موعدين استناني خلص ونطلع نطلع على طول انا اليوم فضيت حالي فبخلص بيت ايميلات وبجهز هناك المشاريع عشان نروح نشوف سوا خلص تمام جريت يلا يسعدك ظاهر أنه مهمتي اليوم في معمار فيها كتير تحديات بدأت بالذهاب لطبيب الأسنان وانتهت بالبحث عن عقار لشخص دقيق وبيهتم كتير بالتفاصيل دكتور أخبرك شوي على الجميرة فيليج سيركل أو قرية الجميرة الدائرية أول معلومة هذا المشروع مش في الجميرة حسيت احنا جايين على الطريق بس في شغله كثير مهمه الموقع جدا استراتيجي صحيح. ليش لانه على ثلاث شوارع رئيسيه شارع الخيل شارع محمد بن زايد وعلى شارع حصه فالكثير حلو انه هي جاي بين دبي الحاليه ودبي الجديده هذا شيء كثير مميز واللي بخلي المنطقه هي كثير عليها طلب جدا عالي حسب احصاءات التداولات في دائره الاملاك دائما منطقه الجميره فيليج سيركل بتكون باهم خمس مناطق عليها طلب كثير عالي شغلة حلوة كتير دكتور إنه هذا المشروع مدينة يعني هي قرى كلها مرتبطة ببعض المطور الرئيسي هو نخيل وبايعين أراضي مختلفة في عندك مباني سكنية فيها شقق سكنية في عندك فيلل وفي عندك فيلل تاون هاوس فيعني بيلبي حاجات كل شرائح المجتمع من هذا الدخل المتوسط ما تأخرنا وصلنا هون صح؟ لا الوصل سهل صح هلا هذا المشروع اسمه شيما بريمير انا بالنسبه لي من اجمل المشاريع في الجميره فيليج سيركل واكثر شيء بحبه فيه الثيم او الديزاين شو رايك فيه؟ مغربي صح؟ مغربي مغربي مودرن صح شايف البهو شو كبير هيك بيعطي فخامه والتفاصيل كثير مهمه شوف الجدران كيف الاضاءه الارضيات كلها تشطيبات على اعلى جوده هاي البنايه فيها 96 شقه سكنيه شكلها جديده صح جديدة نسبيا نعم بس الجودة كتير عالية والصيانة كتير عالية عندهم فمشان هيك حاسسها كتير عالية نشوف المرافق يلا يلا تعال الفاسيليتيز هون كنا الفاسيليتيز هون يلا طيب اساس المعنى موجل كبير طيب هلا انت هون شايف المسبح ما احلى بتحس الطراز المغربي ضلوا ايه كل محل جوا وبرا عندهم شقق استوديو وغرفه وصاله وغرفتين وفي محلات تجاريه انا اخترت لك استوديو اوكي لانه الاستوديو عليه كتير طلب عالي والعوائد الايجاريه فيه بتكون كتير عاليه هلا فور انفستمنت هذا شو اختار انت شغلك انت بالضبط طيب نشوف الجيم يلا يلا تعال الديتيلز اي لايك ذا ارتس ذي بوتينج كلها لها علاقه بالثيم المغربي بس هذا كثير مهم للمستاجرين لما يفوتوا يحسوا اسلوب حياه غني سهل تاجير العقار بصير تمام شوف الجيم تفضل دكتور ثانك يو حبيت الجيم حلو صح
شو أسعارهم هون تقريبا؟ الأسعار تقريبا 400,000 درهم للاستوديو. أوكي. مساحته تقريبا 462 ثانك يو 465 قدم. الأجارات كثير مهم تعرفها. الأجارات حسب مؤشر الأجارات من ريرا مؤسسة التنظيم العقاري بتتراوح ما بين 34 ل 42. بعد السيرفيس تشارج أو رسوم الخدمة السنوية هي 11.9 على القدم المربع. عم نتكلم على تقريبا 8-9% صافي. صح؟ أحسن بكتير ما تشتري في وسط مدينة دبي. عشان هيك كنت عم أقول لك أنا سيتي ووك. سيتي ووك حلو للسكن، كتير حلو المنطقة للسكن، بس للاستثمار دكتور شو رأيك؟ خلينا نكمل. أوكي يلا روح شوف، خلينا نروح نشوف الشغل. يلا تعال. تعرف رح يصير دائما اروح الجيم معك حاسس. لا ما شاء الله نفخت مبين عليك. تعال نشوف الشقه. استوديو بالطابق الثالث. يا الله شو هالحظ. شو عم بيقولوا لي هذا المالك ما عم بده يبيعها. اكيد ما رح يبيع 8-9% او قديش بده يبيعها. مش منطق. الله يسامحه. طب اسمع مش مشكله، رح اخذك تشوف في بنايتين ثانيين يعني بعتبرهم مش مثل البريمير بس جيدين، رح نشوفهم جاهزين بس نفس المنطقة. انت عجبتك المنطقة صح؟ تعال تعال يلا. تعرف انا عن جد كان نفسي نشوف. اهلا سيد عبد الرحمن، شو اخبارك؟ الله يسعدك. كيفك دكتور؟ تعرفه دكتور؟ كورس متابع على السوشيال ميديا. ما شاء الله عليكم. يعني بيك فان اوف يور. سيد عبد الرحمن هو صاحب شيما هولدينج ويعني عنده رؤية جميلة جدا على المشاريع اللي عم طوروها. حسن حظك هلا. خليك تشرف. الله يسعدك. شو بتسوي مهند؟ احنا والله اجيناك بدي اشتري له استوديو للدكتور ليشوف استوديو، بس للاسف كله سولد اوت حتى في السكندري ماركت. لا اوف كورس انت اللي بيع المشروع حبيبي. والله بعرف بس انا فكرت لاقي له شيء بالسكندري ماركت ما لقيت، فهلا راح اخذه على هيك مشروعين في المنطقة شيء جاهز لانه بده اشياء جاهزة. لا 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 يلا اطلع معي على أبنى حبيبي. لا بس أبنى مش جاهز. أنا جاهز. جاهز جاهز حبيبي. كيف جاهز؟ إحنا إطلاق المشروع كان بدي آخر ديسمبر صح؟ 2019 صح. خلصته ما لحقته. أوف كورس جاهز حبيبي. أكيد. خلاص خلينا بكرة جاهز إن شاء الله حبيبي. طيب يلا كمان نشوفه ولا عندك شيء أنت هون؟ لا لا يلا يلا حبيبي. يلا يلا تفضل. يلا. هاي خبر حلو كيف لحقته ما شاء الله. يلا. انتقلنا من مشروع شيما بريمير المبني على الطراز المغربي والمعروف بجماله وأناقته إلى مشروع آخر وهو شيما آفينيو، وإن شاء الله يكون الحظ حليف الدكتور محمد هاي المرة ويلاقي العقار بالمواصفات اللي في باله. مبنى ذكي ومصمم بطريقة مدروسة لتزيد من العوائد والقيمة. أعتقد هذا عز الطلب ومطابق تماماً للي عم يبحث عنه الدكتور اللي دائماً بيبحث عن الأفضل وبيهتم بدقة التفاصيل. عن جد شي برفع الراس. الله يعطيكم ألف عافية. الله يخليك. عن جد شي كتير حلو. حبيبي. مرحبا يا خديجة. أهلاً مهند شو أخبارك؟ الحمد لله دكتور محمد. أهلاً وسهلاً دكتور أخباركم؟ منورين الشيماء. الله يسعدك. أصلي زمان مش شايفك. أنا ما عم شوفك بس عم شوف التيم. أوه ممتاز. عم يساعدوكم بس الحمد لله. عن جد. شي برفع الراس. يعطيهم ألف عافية. ما شاء الله خلصتوا شي برفع الراس كتير حلو. صار عندي فضول أشوفه قبل ما يخلص. صح أورجيك يا بعدين. كتير حلو ما شاء الله. الحمد لله يعني كان تشالنج كتير كبير لأنه نخلص المشروع أون تايم. خصوصاً مع اللي صار مؤخراً مع الكوفيد وهالأمور. بس أنا عندي تشالنج إن شاء الله يكون سهل. أوكي. بدنا أفضل استوديو للدكتور محمد. أحلى استوديو. استوديو. مش وان بيدروم. لا استوديو استوديو. استوديو. يس. أوكي خليني أشوف. يلا. تمام. يلا إحنا نطلع نشوف الفاسيليتيز فور. إيه يلا نشوف الفاسيليتيز. يلا حبيبي. شيء بجنن ما شاء الله عليك. الله يخليك. واو. مهند انت عارف هاي اور سيجنتشر. صح. وانا بدي اعطي لايف ستايل يعني لماي كاستمر. فكل مشاريعكم بيكون فيها هيك عامل مميز في قلب المشروع. طبعا طبعا طبعا. والشقة هون نفس الشيء بيطلوا كمان على البول زي هذاك المشروع. يس يس يس. بيطلعون على البول
وهي الجيم؟ يس يلا نروح نشوفه. يلا خلينا نشوف الجيم. كيف الجيم كثير حلو هاي. واو كثير حلو. بعدين حلو كثير اطلاله حلوه على المسبح. الفيو حلو. في باربيكيو سات كثير مرتب ما شاء الله. روح شوف الشقق. عندكم شقه العرض؟ عندنا طبعا. يلا نروح نشوفها الحين. يلا يلا تفضل. مهند دكتور ما لاحظتوا شيء بين المدخل الكوريدورز المصعد؟ الارضيات نفس اللون. ما شاء الله عليك. انا ما انتبهت بس هذا بدل شايف التفاصيل قد ايه حلوه عندهم. عن جد شيء كثير حلو. ثانك يو. احنا بشغلنا وي ابريشيت التفاصيل. اوف كورس اوف كورس اهم شيء التفاصيل. حتى الاضاءه كلها ال اي دي. ممتاز. وهذا على فكره دكتور كمان كله في سنسرز صح؟ السنسر كثير بيساعد بالسيرفيس تشارج. هلا هون في هذا المشروع 12.5 درهم فقط. اذا بتقارنها باي مشروع مثلا بالداون تاون المعدل فوق 24 درهم على القدم. فانت كمستثمر بهمك السيرفيس تشارج يكون اقل بس بدون اي تنازلات. شوف السوق الحياه شو حلو والتشطيبات. فانت يعني هي الاجهزه الذكيه كلها بتساعد تعطيك اسلوب حياه حلو بس بدون اي مصاريف كبيره كمستثمر. حلو؟ يلا جاهزين ندخل على الشقه؟ يلا على شقه العرض صح؟ يلا اوه كثير حلو. هلا شوف جاهز؟ جاهزين. يلا ممكن الواحد يسافر من خلال شقته إلى بلدان عديدة. أنا بخبركم. تفضلوا. شو رأيك دكتور؟ Very nice. صح؟ Honestly على المنطقة يعني ما قلت لي قبل ما كنت أتوقع هيك. لا لسه جديد طبعا. أنا زي ما تعرف مهند دكتور أنا بهتم أدق التفاصيل. طبعا عندي سؤال أشرح أنا ولا أنت تشرح؟ لا أنت أنا بدي أسمع من الاثنين يعني أنت الخبير الكتيب وهو العالم اللي بدأ أول شهري وأنا بشرح له شهري. Of course. نعمل جولة مع بعض. يلا حبيبي. تفضل أنت ابدأ. أهم شيء أول شيء رح نبلش بالباب. الباب فينير يو كي من يحترم أعلى مواصفات الدفاع المدني. لا مساحة الشقة هي دكتور 1100 قدم هي غرفتين وصالة وعندك بالكوني تقريبا 500 قدم. البلكونات صارت كثير مهمة هلا أكثر وبالتالي انكلودينج البالكوني بتصير 1600 تقريبا مع البلكونة غرفتين وصالة والبلكونة عم تطل على المسبح اللي كنا عنده. شفت مع الطالع هاي الباودر روم حمام للضيوف مواصفاته كمان من أعلى الجودة كله بورسلان وماربل وأعلى تشطيبات يعني كثير أسلوب حياة حلو والألوان كثير حلوة متناسقة. تمام. الصالة شايف قد ايه إطلالة كثير حلوة الشبابيك كثير عالية هاي ما بتلاقيها كثير دكتور أي مشروع هذا بتصور سيد عبد الرحمن أعلى من أي مشروع ثاني السعر فيه كورس أعلى منه ب 20-30% الأسوأ في العالي بتكون دكتور أوطى هذا كثير عالي وفي شغل كثير حلوة شايف الشبابيك كيف قطعة كاملة هاي بتكلف أكثر بس جماليا أنا بعرف عملوها عشان تحس أنت بالإضاءة الطبيعية بدون أي فواصل هذا كثير مهم. مهند حتى الألومنيوم from Belgium يعني من أعلى البراندات في العالم. الأرضيات كلها من البرتغال جودة كتير عالية. نشوف المطبخ؟ يلا تفضل. وشغلة كتير حلوة في المطبخ أول شيء الكاونترز كلهم وحتى السيراميك تبع الكيتشن الوولز تبعه كله كوارتز هذا المضاد للأحط يمكن أو للحرارة والأحط وبيعيش أكثر وألوانه دائما بتكون حسب هيك بتلاقي ألوان مع الديزاين تركب أكثر يعني. حتى الخزائن HBL يعني من أعلى المستويات في تشطيبات المطابخ فعلا هذا الخشب يعد الأفضل كمان بيستحمل الرطوبة. نكمل جولة أوروبا يلا. السينك جيرمان تمام والخلاطات إيطالي. هذا بدي شنغن أفوت على الشعر بدك فيزا شنغن عن جد شايف حبيب مهند اللي بيشتري بيت كان دخل محدود ولا ميسور ولا كل شيء هاي مشروع حياة صح لازم you have to give him يعني أفضل التشطيبات وأفضل كواليتي. اللايتنج على فكرة كله كمان إيطالي وكمان جايبين كله صديق للبيئة فكمان بوفر بمصاريف المستأجرين. تمام؟ فوت نشوف جوا يلا تفضل. شو رأيك دكتور؟ very cute
عن جد هاي غرفة أطفال بس كمان الاشتباط صح؟ يس اوف كورس تفاصيل الخزانات والابواب كلها HBL هاي نفس الجوده اللي كثير عاليه حكينا عليها بس حتى الفينيشينج تبع كل شيء كابلت هالاشياء غالي كثير شوف التفاصيل اوف كورس اوف كورس هذا على فكره انا يعني باكد لكم شايف كثير مشاريع ما حدا بيهتم بهذول الجرافتنج التفاصيل الصغيره كثير حلوه في شغله ثانيه شايفين السقف كيف في عليه كورنيش عاملينه هذا ما بتلاقي بالمشاريع يعني الا بالمشاريع الفخمه جدا بياخذوا التفاصيل هاي بيكون في سكيرتنج على الارض وفوق بيحطوا كورنيش ديزاين صح ومثل ما شايف الشبابيك كثير عاليه فكمان بيعطيك اضاءه طبيعيه شوف الماستر يس يلا انتظر تفضلوا طبعا قبل ما نفوت على الماستر بدروم هذا دكتور شايفه هذا الحمام كامل مع باث توب لغرفه الاطفال جاهز بالكامل تشطيبات تعرف شو حلو فيها تشطيبات فندقيه بتحسه صح صح طبعا 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 تفضلوا هاي الماستر شو رايك كمان نفس الاحساس هيك اضاءه طبيعيه ومساحه كثير رحبه مريحه للعين وتشطيبات نفس الجوده بتحس حالك خلص البيت كله هيك مصمم بطريقه فيها ذوق وكلهم في اكسس على البالكوني طبعا هلا بطلع على البالكوني بس اول شيء بدي اياك تشوف الحمام الماستر بدروم كله خزائن على الطرفين وكثير عاليين وتشطيبات جدا عاليه واخذ انا اشوف اوف كورس اطلع على البلكونه تشوفوها يلا بسم الله تفضل تفضل ثانك يو شو رايك كون هيك اطلالتك صح هلا انت فكر بالمستاجر قد ايه سهل ناجر لك هيك شقه اذا اطلالتك ليك طلع حجم البالكوني الباكينج كثير كبيره تقريبا 500 قدم في استديوهات 500 قدم صح تفضل نشوف يلا. الخيارات كنا طبعا يلا. يلا 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 حبيبي تفضل الله يعطيك العافيه الله يخليك حبيبي شو رايكم مثل ما بتقولوا عندكم زوين بزاف الله يخليك كثير حلو شي بيرفع الراس والله ثانك يو فيري ماتش ثانك يو هلا اهم شيء بس نلاقي له استوديو مناسب لدكتور عن جد بدنا نتعلق بهالموضوع ان شاء الله خديجه هاي خديجه ما في استوديوهات لا ام سو سوري اكيد ما في هون استوديو ولا شيء ما تشغل بالك ما تشغل بالك ما راح ان شاء الله حظبط الامور ما حتصل بوئام وحرسل لكم مسج على الموبايل ان شاء الله يا رب تلاقي لنا حل في شيء بالاضاءه هذا نظام التحكم الذكي صح السمارت سيستم يس هاي سمارت سيستم تحكم في اللايتس وفي الاي سي ودكتور هذا فرنسي على فكره والمكيفات صحيح عندهم كلها كارير امريكي يو اس وكلها تابعه لديوا مش ديستريكت كولينج هذا كثير مهم للمستاجرين بكل الشقق بكل الشقق هيك تو ماتش يعني عم تجروني من غير ما يكون في شقه لا لا ان شاء الله دونت وري دونت وري اذا حبيتوا يلا نطلع برا الجو حلو يلا غير جو ان شاء الله يلا يلا يا رب يلا لما نتمنى شيء وما يتحقق ما لازم نزعل ابدا لانه القادم دائما اجمل وبيحمل ما لم يكن في الحسبان معروفين كتير في المغرب كمطور من أكبر المطورين وعندهم كتير جودة عالية حتى قصته للسيد عبد الرحمن كتير حلوة يا ريت له أنا قصتي غريبة شوي إحنا كنا زيارة لدبي وحضرت دورة تكوينية في المعهد دبي العقاري مع الأستاذ مهند لسه جاي أقول لك هذا هو بيعطي قال لي الشرف يعني والحمد لله هو اللي أبهرني يعني بعد التشريعات وتسهيلات والفيجن انا انبهرت بالفيجن للشيخ محمد دبي. صح الله يطول بعمره والحين خلاص سقريت والاولاد بالمدرسه هير دخلت مع عائلتك انت هون يس ودبي هي الامارات صار بلد الثاني الحين الله يحفظها بلدنا كلها يا رب الله يحميها يا رب واو شو هذا يا خديجه ما شاء الله هذا مشاريع بلادك وهاي الكونتراكت دان خلاص دان الاستوديو لا 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 مش استوديو شو وان بيدروم ولكن في خطه دفع يعني رائع على 5 سنين واو كثير حلو اذا هيك فينا ناخذ اثنين ايه انا لو مكانك باخذ اثنين اي ثينك هيك اصلا فينا ناخذ واحد ثاني حبيبي هاي المشروع زي ما قلت لك انت صاحب الطاقه الله يسعدك انا بقول توكل على الله عن جد ثينك صح خلص نتوكل على الله بدنا نطلب كونتراكت ثاني
مو حالة بتمر فيها أو شيء بيسيطر على يومك أو حياتك، ولا هو مجموعة من الأشياء اللي بتتآمر عليك. هو ناس طيبين بتحب تساعدك، هو سند وحزام الظهر وقت الشدة، هو طيبة وإنسانية ومحبة من دون مقابل. بس بدبي ما في مكان للحظ، لأنه المقياس في دبي هو عملك اللي كل ما حركت عجلته للأمام كل ما تقدمت أكثر بحياتك، وصارت اللحظات اللي بتجمعك مع محبينك أحلى وبعمرك ما